كان بيتكلم عنك انت قصة كفاح كبيرة جدا، الحمد لله. وفعلا يعني قدوة ومثال يحتذى به زي ما بيقولوا كده الحمد بجد. لله. انت فعلا كنت بتشتغل في بنزينة، كنت عامل بنزينة صح؟ وكنت عامل الموتال تقريبا برضو قبل كده. عامل انت لحقت عملت كل ده امتى وانت مواليد 92 يا حسين؟ انا دي بصيرة كبيرة. ازاي مسيرة كبيرة ايه ده؟ يعني لحقت عملت كل ده امتى؟ لا والله ده كل دوت يعني الفترة دي كانت وانا في نادي مدينة نصر، ده قبل الشرقية قبل للدخان. شارع الدخان. يعني كنت في ناشئين نادي مدينة نصر، فطبعا يعني كان الفلوس برضو ما كانتش كبيرة، يعني يوم ما بكسب باخد 15 جنيه. ما بنكسب ده يعني الكلام من كام 15 سنة؟ جنيه لا يعني من حلو كتير، قوي. 15 جنيه دي كانت وما بنكسب كمان. لا ده كانت من بدري جدا، يعني من وانا عندي 4 سنين بدأت في نادي مدينة نصر لحد 18 سنة، فكل الفترة دي كلها بقى ده عذاب كلها والله. فالحمد لله فاشتغلت بقى في البنزينة وطلع عيني فيها الحمد لله، وكنت بخلص البحيرة تمرين. ولا فين؟ لا لا في مصر هنا؟ في مصر، في مدينة سلم عند الحرفيين عندنا. وكنت بخلص بروح الشغل وببات واطلع التمرين وارجع اروح الامتحان وارجع على الشغل تاني. كان اليوم كان بالنسبة لي كان يومين، كنت بقضي يومين هناك يعني ويومين في البيت. فكانت هي ديت. وبعد كده برضو اشتغلت فترة في المونتال وفي سنترال، واشتغلت في حاجة كتير يعني في سنترال. وفي وسط في سنترال بحاول رصيد كمان في سهام، في وسط اللي بيقولوا حسين مش عايزين ننكر دور زوج والدتك. زوج والدتي طبعا، هو اللي واقف قدامي، هو اللي عمل ده كله، هو اللي بعد ربنا طبعا، هو اللي وداني النادي، وهو اللي علمني كورة، وهو اللي بدأ معايا من الصفر. يعني من وانا كان عندي 4 سنين، لان انا طبعا انا والدتي عندي 5 اخوات، 4 بنات واخويا محمد وانا اصغر واحد. محمد ده اللي بيلازمك على طول، ما بيسيبكش. هنتكلم عنه دلوقتي. فكان كمان والدي توفى وانا اعتبر يعني ما 5 6 شهور يعني انا فما شفتوش يعني. هو كمان كان عنده اصرار كبير قوي انك تبقى لعيب كوره، كان مؤمن بالحته دي جدا. يعني فانا لما والدي توفى كمان بعدها بفتره بقى كانت والدتي يعني كانت شايله بقى الحمل كله، وبعد كده بقى جوز والدتي لما جه ف ريحها هو شويه مني انا. فكان هو عنده اصرار ان انا ابقى حاجه يعني تكمل. فهو بدا معايا بالكوره، فلقى ان انا الحمد لله ببدا موهوب. ولا انا بقى بحبب الكوره جدا. فدي بقى بدات، ووالدتي بقى تعبت معايا اكتر بقى في حوار الكوره، اما كنت بقى مثلا توديني لو هو مشي، اما انا اخلص مدرسه هي توديني. فكانت طالعه برضه مؤمنه بموهبتك كده، ولا الحمد عشان لله. ست بقى مش واخده بالها قوي ان لا هي كانت ست، بس كانت هي مؤمنه بحسين اللي هو حسين حابب الكوره، وكنت دايما اقول لها لا انا ان شاء الله هطلع لعيب كوره واسعدكم كلكم وانا هعوض كل الايام دي. كنت بفضل اقول لها كده، فهي كانت بتبقى مبسوطه. فالحمد لله حصل. فالحمد لله يعني دي كانت نقطه كانت مهمه جدا. فجوز والدتي ووالدتي طبعا يعني لو فضلت اشكرهم من هنا لحد ما اموت مش هقدر اديهم حقهم طبعا يعني. لا وده كمان